العاملين فيها كما أنها مصدر دخل رئيسي للعديد من المهن والحرف، وبالتالي كان الانخفاض لمعدلات الحركة السياحية دورا كبيرا في زيادة معدلات البطالة. أبناء الأعزاء، من طليعة شباب مصر إنني أؤكد لكم بأن عودة حركة السياحة الدولية لسابق عهدها لن تتأتى بإجراءات حكومية فقط، ولكنها تحتاج إلى التوعية السياحية وتغيير ثقافة التعامل مع السائح أو الزائر سواء كان أجنبي أو عربي أو مصري. وهذا النهج بدأنا بتنفيذه منذ توليت مسؤولية هذه المحافظة السياحية، حيث طلبت من الكيانات السياحية والنقابات والجهات المعنية بتكثيف جهودها في مجال التوعية بقواعد وآداب التعامل الحضاري مع بكل عناصر صناعة السياحة، وخاصة سائق التاكسي والحنطور والمركبية والعاملين في البازارات والعاديات السياحية، وأيضا أصحاب المقاهي والمطاعم وغيرهم، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعة وأعضاء النوادي. وفي نفس الاتجاه سعينا للتعاون مع الكيانات السياحية.